أيام يلو ولا كانت أحلى من دلحين. كنا ما نحس لأن في حرب ولا في حاجة، ولا كنا آمنين بداخل بيوتنا ولا في حاجة. كنت حياتي كلها مستورة بداخل بيتي، أكل بلقمة عيشي وبعرق جبيني، مرتاحة بداخل بيتي لما جاءت الكارثة هذه. وآخر شي فقدت كل حاجة، كل ما أملك فقدته لحظة واحدة، لما لقيتني مرة وهي زوجها بزتني لملعب الكرة حتى ما عند الناس هي. لما يحسوا حتى تفجير بعيد عيالنا بيفتجعوا، خلاص ادوا لنا الرعب، ما عاد اضطرنا نجلس ونسمع صوت الطيارة تفتجع. ربو رمي كنا خايفين، حاسة بخوف شديد. افتقدت لصاحباتي كلهن، كنت ادورهن من ميتة على الله من راحل. افكر بمستقبل اطفالي، ان معي بنات ثلاث ومعي اثنين اولاد، ايش اكلهم، ايش اشربهم، ايش ادي لهم، ايش افعل لهم؟ الصدق المعيشه عندي صعبه. تغيرت حياتنا، امي دحين تحطب، ما فيش ماء، ما فيش غاز، حاجات كثيره بعد ما قرا على الحرب، حاجات كثيره تغيرت. حصلت ناس يساعدوني يدولي وياكلوني يشربوني، لكن بعد ما نجدالي بين اسرني وعيالي. أفكر طول الليل هم يرقدوا وأنا أكسب كيف أقروسهم، طول الليل وأنا أبكي دمعتي بطولي، ما أدري بحالتي لرب العالمين.